مفاجأة مدوية، منتخب المكسيك يقصو على منتخب فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكسيك تسحق منتخب فرنسا في أول مباريات الأولمبيات. منتخب المكسيك منتخب محترم جدا ومنظم، ومنتخب فرنسا بعناصر ضعيفة جدا، على العكس تماما بما تملكه فرنسا من مواهب كبيرة في هذه الأعمار، كانت يجب أن تأخذ فرصتها بدل الأسماء المتواجدة. منتخب المكسيك يقدم مباراة ولا أروع، يكتسح منتخب فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاحية مبارياته بأولمبياد طوكيو. منتخب المكسيك فاكهة كرة القدم في البطولات العالمية، دهسوا فرنسا برباعية كاملة لأن المنتخب المستدعى للبطولة ضعيف جدا بسبب رفض الأندية الفرنسية تسريح لاعبيها. المكسيك في الأعمار السنية منتخب تقيل جدا وعنده زخم وزاد بشري عظيم، منتخب بدني واعد ومرشح للميدالية الذهبية. بصراحة منتخب المكسيك كان النهاردة تقيل جدا وأحسن من منتخب فرنسا، ودك شباك المنتخب الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. قولولنا رأيكم في أداء المنتخب المكسيكي، وأيضا منتخب مصر اللي عمل مفاجأة النهاردة وتعادل مع منتخب أسبانيا بطل أوروبا، وتألق لمحمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش. وعملولنا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.